اليوم اشتريت هذا الاكل مع البلابل. متابعيني، هذا الاكل زين بسوق الغزيل، نص كيلو ب5000. شوفوا متابعيني الكرام، هاي النص كيلو ب5، اكل بي نظيف، والعلبة ب5، الكيلو ب10. هاي جبت علبتين، شوفوا متابعيني الكرام، هذا الكيلو ب10 مالته. جبت النوب، جبت يعني فل، هذا شوفوا متابعيني الكرام، هذا يعني وزن. راح نفتح نفتحها، شوفوا هذا وزن متابعيني الكرام، هذا الكيلو ب8، الكيلو ب8، بس اللي بالعلبة أفضل، بس أنا لين عندي بلابل هواي جبت هذا ب8. وجبت هاي علبتين، هذا متابعيني الكرام، وجبت ويا دود قبابي اعطوني همين، عارف المحل اعطاني خطيه. هاي متابعين كرام، كيلو ب8، واحتمال يعطيكم اياه حتى ب7.5. هذا شوفوا متابعيني الكرام، وسويت جبت النوب، جبت هاي التكي المجفف، راح اخبطه وياه، هذا التكي المجفف متابعيني راح اخبطه وياه، وهاي الخبطة مع البلابول. هاي الاكل متابعيني الكرام، دود قبابي، البروتينات، هاي ارخص من هاي، هاي الكيلو ب10. تحياتي لكم متابعيني الكرام، وهذا راح هسه يعني اخليه خبطه وياه. لا تنسون دعم القناه، سوي حركه تكسب لور، غذاء البلبل الافضل حاليا بالسوق.